يجب أن تتهيئ ظروف الناحية السلمية، وهي أولا أن تكون هناك مفوضية غير مسيسة لصالح هذا الحزب أو ذاك، وثانيا أن يحصر السلاح فعلا بيد الدولة، وكلهم تكلموا على أننا سوف نحصر السلاح ولم ينجح، لا وفق الكاظمي ولا العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا نور المالكي. ثالثة المسألة، هذا المال السياسي الرهيب اللي قاعد ينتشر الآن في الشوارع والأزقة والنواحي والأقضية، مال غير طبيعي. أربعة، أكو سرقة حصلت لأربعة ملايين بطاقة انتخابات، فكان المفروض أن المفوضية تحاول استعادتها أو تبطلها على الأقل من ناحية الفعلية، ولم تتخذ قرار بهذا الموضوع. فلاحظنا أن كل النقاط اللي إحنا أكدنا عليها بضرورة زوالها ما حصل تغيير فيها، ولهذا أصرينا على موقفنا بأننا ننسحب من الانتخابات، وهذا خيارنا بالحقيقة حتى هذا اليوم، هو القرار قائم. طلبوا وفد حكومي من وفد من المنبر العراقي يفاوض، ولكن نحن بينا لهم احنا عندنا متمسكين بنقاطنا، فإذا عندكم قدرة على إزالتها لا بأس نعاود، ولكن واثقين أنهم لم يعالجوا نقطة واحدة من هذه النقاط الأربعة، وبالتالي عملية المشاركة إعطاء شرعية للفاسدين إلى ولاية جديدة في الانتخابات. أكو إصرار لبعض دول الجوار وللفصائل المسلحة أن تجري الانتخابات، وقد وزعت. لا نسعى للانتخابات بهذا الوصف، ولا نريد أن نعطي شرعية للفاسدين، لأنه ما تم مكافحة الفساد كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تحول عملنا إلى عمل الجبهة الوطنية المدنية، موج فيها كثير من السنة والأزيدية والأكراد وأعداد كثيرة جدا، يعني غير راغبين بحقيقة دخول الانتخابات بهذا الوصف، ويعلمون تماما أنه حتى ممكن المقاعد مال البرلمان قد وزعت إلى هذا الكيان أو ذاك الكيان.